كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة. لكن ما في الوسع وندعو زدنا يا مولانا. إذا دفن الميت دون تكفين، ذهب بعض العلماء الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه يترك اكتفاء بستر القبر وحفظا لحرمته، ولأن القصد بالكفن الستر وقد حصل. قال الشوكاني في السيل الجرار: والأصح أنه ينبش ثم يكفن ثم يدفن، لأن التكفين واجب شرعي لا يسقطه الدفن إلا بدليل، ولا دليل يدل على سقوطه بالدفن. ينظر السيل الجرار.